وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. مرحبا بك دكتورة في نشرة الثامنة. طبعا نبارك لكم فوزكم بجائزة التميز في التواصل مع العملاء. برأيك ماذا يعني لكم هذا الفوز؟ مساء الخير وشكرا لكم على التقرير. بالفعل يعني هذا الفوز يعطينا دافع ضمن تطوير الأداء الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بأهمية وجود معايير تضمن جودة الأداء الحكومي. طبعا هذه البوابة التواصل التي تعطي خلينا نقول مجال للمواطنين أو العملاء للتواصل مع الهيئة. وإحنا عندنا العملاء نوعين، هم أصحاب المهن اللي عندهم طلبات متابعة في الهيئة، والمواطنين الذين لديهم شكاوى طبية بخصوص أداء بعض المؤسسات في القطاع الخاص. بالنسبة لنا مهم جدا أن نتواصل مع العملاء ويعطينا فرصة لتحسين الأداء، وضع يدنا على مواطن اللي خلينا نقول الخلل أو التقصير سواء لدى الهيئة أو حتى يتم لفت نظرنا إلى وجود بعض التجاوزات أو المخالفات الموجودة في بعض الممارسات اللي نعمل على تصحيحها، وبالتالي الحفاظ على الحقوق الصحية، وأيضا نراقب أداء المؤسسات في القطاع الصحي الخاص. يعني هو ليس فقط لتحسين جودة أداء الهيئة، إنما يشمل أيضا مقدمي الخدمات الصحية. نعم سعادة الدكتورة، صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وجه بوضع معايير إضافية لجائزة التميز في خدمة العملاء، هل ترين في أن ذلك سيسهم في زيادة التنافسية بين الجهات الحكومية؟ نعم صحيح، لأن احنا ما نكتفي فقط بالرد على الشكوى أو الرد حتى عليها في زمن قياسي، إنما ماذا نتج عن الرد عن هذه الشكوى؟ ممكن تكون هاي المعايير تبين مثلا هل تحسن الأداء، هل هناك مؤشرات أداء تم اجتيازها لما قدمنا لما ردينا على هاي الشكاوى أو تعاملنا معها، لأن كثير من الشكاوى أحيانا تسهم في تحسين أداء الجهة. فأعتقد وضع معايير تشمل الكفاءة والسرعة في الرد، تشمل نوعية الرد، هل هو رد قائم على فعلا تصحيح شكوى أو رد على استفسار المواطنين، بحيث أنه يكون هناك قبول سواء من المواطن اللي قدم الشكوى وفهمه لطبيعة الشكوى، وبالتالي ماذا حسن التواصل هذا في أداء الجهة المعنية. أعتقد أن المعايير هذه بتكون فعلا مهمة جدا، وراح تعزز التنافسية فعلا في القطاع الحكومي لتحسين الأداء. نعم سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك.